تجربه رائده، وكانت بالنسبه لي هي اللي اعطتني الفرصه باش انني نتقدم للجمهور بواحد الشكل لائق. صراحه الخير ديال المخرجه المقتدره والشابه والاخت فاطمه علي بوبكدي ما عمرني غادي ننساه، لانها يعني اكتشفتني من المسرح الجامعي. عرضت عليا دور في مسلسل أمود، ومباشره من بعده دارت فيا الثقه وقالت لي غادي نعطيك دور كبير سيدي عالمي، ودابا فين ممكن انك تبين يعني القدرات ديالك التمثيليه، اللي هو دور مركب كما شفتوا، جمع ما بين الطالب وما بين فليلو، وهذا هو اسم الشهرة عندي اللي الحمد لله فين ما مشيت عفليلو في سوق النساء رمانة وبرطال، يعني الحمد لله ان هذاك الفيلم التلفزيوني اللي تعرض على القناة الثانية لقى واحد الصدى كبير. والجميل هو انه فيلم ما كيتعاود الديفيزا كيحقق نسبة مشاهدة عالية. كنعتبر براسي يعني انسان مسكون في المسرح، احمق، لان اللي قراونا المسرح النهار الاول ما قراوش لينا غير على مستوى البيداغوجي، حتى على بالنسبه لي انا المسرح بحال الزاويه، ما عرفتش يعني كنت تملك وانا فوق الخشبه. لا هو ماشي غياب، يعني ما تعرضوش عليا يعني فرص باش انني نظهر كبيرة، والوقت اللي تعرضت عليا فرصة من خلال مسلسل كنت في واحد التورني بالمسرح، لأن باش تشتغل على ثلاثة ديال المسرحيات في السنة دائما كيبقى يعني الالتزام ديالك بالمواعيد ديال الجولات وديال العروض المسرحية، وهذا ممكن كيخلق مشكل في البلانينغ ديال التصوير. ولكن دابا الحمد لله من بعد هذا الحجر الصحي عندي إن شاء الله جوج ديال الأعمال غادي نعلن عليها إن شاء الله فور إمضاء العقود ديالها. كاين فيلم غادي يجمع نجوم مغاربة ونجوم من مصر، يعني هو مسلسل، وكاين مسلسل مغربي ان شاء الله حتى هو يعني في خطى حتيجه الحمد لله هذه الايام مع المخرج، من خلال يعني نتكلموا على الشخصيه وعلى الابعاد ديالها، وان شاء الله من بعد امضاء العرض العقد ان شاء الله غادي نعلن عليهم. لعشت العديد من الاعمال الاجنبيه والعربيه بالخصوص، أعمال أجنبية Appointment with Death، موعد مع الموت، Next to Babylonia، Les Jihadistes à Paris، Le Destin de Pierre، Nefertiti. كان آخر فيلم فات السنة الماضية فيلم Bureau des Légendes ديال أنطوان شيفرولي، هو فيلم فرنسي، لأن الأعمال العوتاني الأجنبية كيتخصصوا لها واحد المبالغ مالية ضخمة، أحس براسك بحال معروض باش ملي ترجع لدارك ترضى بواحد الواقع. ولكن اللي جميل في الإنتاجات المغربية أنك تعطي المنتج أو مخرج يعني واحد المبلغ اللي هو يلاه صالير ديال الممثل درجة رابعة، وقيلة فهذاك لاسوم كاملة ممثل درجة رابعة في هذاك العمل الأجنبي، وكيقوم لك بواحد العمل وملي كنهزوا هذاك العمل وكنشاركوا به في مهرجانات دوليه كيجيب حاجه جوائز. الفن واش كيوكل الخبز ولا ما كيوكلش الخبز؟ كما قلت لك في الاول هي مساله اختيار ومساله مغامره، وماشي غير في المغرب، هذا الشيء في شكل دولي. راه كاين الممثل اللي كيوصل لواحد الصدى وواحد الشهره وواحد العالميه، ولكن واحد الوقيته ملي غيبقى يعيط عليه حتى شي واحد غادي يعيش اوضاع مزريه. هذا الشيء علاش وجب تقنين هذا المجال، خصوصا مجال التشخيص والتمثيل، فهمتي؟ لان حتى ملي كانت الجائحه ما بقيناش عرفنا فين غنحطوا مثلا الممثل، واش غادي نديروه مع اصحاب لا سين اس اس، هو ما عندوش دخل قار متواتر باش انه غادي يتحسب مع اصحاب لا سين اس اس، ما غيمكنش نحطوه مع اصحاب الرميد لانه هو في قطاع غير مهيكل، فهمتيني؟ يعني هنا خص هيكلة القطاع من خلال تنزيل قانون الفنان، ومن خلال الاهتمام بالوضعية الاجتماعية والصحية ديال العديد من الممثلين اللي كيعيشوا يعني وضع شوية متقلب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.